انه لسه طبعا 17 يوم في الكلام ده، ولكن قرار المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، هل من الممكن أن يحدث أي شيء يخص هذا الأمر؟ طيب وأن يتم نقل المباراة خارج تونس، لأنه حدثت بلبلة من امبارح الصبح النهارده الصبح، أو النهاردة والقرار الصبح. كان امبارح بالليل تقريبا، بس الناس كانت في النهارده. فهل ده ممكن يحصل؟ اللي أنا عارفه ومعلوماتي بتقول إن لا، لن يتم نقل المباراة خارج تونس لا يعني زي ما حضرتك بتقول كده، بنسبة 99%. يعني لحد دلوقتي احنا بنتكلم على الواقع 99، واقول لك كمان يا كابتن عشان ما حدش 99 بس يعني يتكلم في الموضوع. يعني في ناس ابتدت تستنتج وتقول طب ما ننقل الماتش ومش عارف، يعني انت تدخل نفسك في دوامه وتصنع الترند والمعلومه موضوع السيتي. برضه احنا معانا القرار اتفضل. جزء بس بتاع الخاص بالعقوبات، لان طبعا قصه النشاطات دي قصه كبيره، كبيرة جدا. والبيان نفسه اصلا بالانجليزي ومعقد وبتاع، فهي الحته حتى بتاعت الرياضه فيها ان الكلام ان قد تونس قد يتم منعها او قد لا يتم السماح لها بتنظيم بعض الفعاليات. حتى كابتن اسلام هتلاقي رقم 3 مكتوبه ان ممكن ما يتمش السماح لتونس ان هي تنظم بعض البطولات القاريه والاقليميه والعالميه، وان ممكن العلم التونسي مش هيبقى موجود مثلا في الاولمبياد لو الامور فضلت زي ما هي، لان القصه الموضوع كله يتعلق ببعض الضوابط وبعض الامور الخاصه بالوكاله مكافحه المنشطات او منظمه المنشطات العالميه، وامور في تونس هم ما التزموش بيها، وهيلتزموا من البداية. ودوه وبعدين فتره خلي بالك 4 شهور تونس برضه كبيرة جدا، طبعا وعندها أندية كبيرة جدا زي الترجي والصفاقسي والنجم وكل طبعا، الأندية، فهم وبالتالي مش مش هيغامروا هيغامروا بالامور دي. بهذه الأمر. ولكن فكره ان حاليا ما فيش حاجه، ما فيش قرار معلن ان تونس ممنوع يتلعب فيها مباريات بسبب هذا الامر، حتى الكاف ما علقش، ممكن بكره او بصراحة بعده يعلق، ولكن طيب بنسبه 99.9 تقترب ل 100% المباراه في موعدها في رادس زي الفل، وهنسافر ونلعب وان شاء الله نرجع بنتيجه ايجابيه من هناك. أرجو، أنا مش هتكلم في الموضوع ده تاني إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية، ولكن أرجو أن يكون أو تكون هذه المعلومات هي الأساس لما هو قادم. يعني مش عايز، يعني عايز حضراتكم بقى لما تطلعوا تتكلموا كأهلاوية، تطلعوا تتكلموا مع الناس كلها بهذه، إحنا هنروح نلعب الترجي في تونس، ترجي فريق كبير، تونس بلد كبيرة وعظيمة، احنا بنحب نروح نلعب في تونس، والتوانسة الترجي تحديدا بيحبوا بيجوا يلعبوا عندنا، وبالتالي احنا هنلعب مباراتنا ان شاء الله في رادس في تونس. اللي يحصل يحصل، ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونكسب، ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونفوز بهذه البطولة، لان النادي الاهلي هو اللي يستحق الفوز بهذه البطولة.